السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب الصين للشباب تحت 20 سنة أمام منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة اليوم بإذن الله تعالى، الاثنين 6/3/2023، مباراة في الجولة الثانية من كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة. المباراة وكل المباريات طبعا في هذه البطولة بتلعب في أوزبكستان. اليوم بإذن الله تعالى الصين في مواجهة السعودية، المباراة معادة الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة. السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادة الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادة الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 1 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 12 ظهرا منتصف النهار بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة اس اس سي سبورت 1 اتش دي، المعلق عائد العصيمي. ملعب المباراة ملعب ميدي ستاديوم في اوزبكستان. الجولة الثانية من دور المجموعات. كذلك عندنا قناة بين سبورتس اي اف سي اتش دي الخاصة بالاتحاد الاسيوي، وقناة الرابعة سبورت او الرابعة العراقية. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.